السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. دخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أحد مساجد الكوفة فوجد أناسا يتكلمون بين الأذان والإقامة، فقال: إما أن تسبحوا أو تصلوا أو تسكتوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المسجد حلاقا حلاقا، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم أو فلا تجلسوا معهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. وهذا فيه الزجر الشديد على من يتخذ المسجد للكلام في أمور الدنيا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجعل المساجد لما بنيت له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال. الآية وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي بال في المسجد: إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. أما إن كان الكلام مباحا ونافعا فلا بأس في ذلك، أما أن يكون كله في أمور الدنيا، بعنا واشترينا وزوج وطلق وإلى غير ذلك، فهذا يدخل فيه الوعيد الشديد، ولا سيما إذا كان في أمور البيع والشراء. نهى كان في حديث حكيم بن حزام، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد. ويزداد إذا كان في نشد ضالة، مثل أن يقول: ضاعت كذا مني فمن وجدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. فعلينا أن نتقي الله في ذلك وأن نحسن وضعنا في المساجد. نفع الله بالجميع، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.